حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اسماعيل قال سمعت قيسا قال اخبرني ابو مسعود ان رجلا قال والله يا رسول الله اني لاتاخر عن صلاه الغداه من اجل فلان مما يطيل بنا فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غضبا منه يومئذ ثم قال ان منكم منفرين فايكم ما صلي بالناس فليتجوز فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجه